بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدي وحبيبي وقدوتي سيد العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنتكلم على الصلاة، صح؟ طبعا وكل إنسان بيبقى عنده حلم كده إن هو يحافظ على الصلاة، وتلاقيه شوية بتلاقي الموضوع بالنسبة له صعب، مظبوط؟ النهاردة الواحد مش جاي بقى يتكلم إيه الصلاة والكلام اللي إحنا، أنا عايز أتكلم في حتة إيه؟ إن علاقتنا بالصلاة عاملة إزاي؟ العلاقة، يعني حتى شفت أنت قلت عنوان الفقرة إيه؟ العلاقة، العلاقة بيننا وبين صلاتنا عاملة إزاي؟ لو تأديتها أصلا، أنت بتأديها علشان ده فرض ولا بتأديها علشان الله ده لقاء مع ربنا ولا الله، صح يعني كده؟ يعني نقضيها أو علاقتنا تبقى بحب مثلا، أيوه إن بالظبط. أنا داخل على الصلاة، أنا حابب اللحظة اللي إحنا فيها دي، صح كده؟ فالواحد لما يبقى مقبل على الصلاة، أو الواحد يبقى مقبل على ربنا في الوقت البسيط ده، يحس إن هو اختلف عن الدنيا كلها. علشان كده هبدأ بجملة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقولها لسيدنا بلال، كان بيقول له: أرحنا بها يا بلال. حد عمره فكر في الكلمة دي؟ يعني خلينا النهاردة أبدأ كده، كل واحد عنده هموم وعنده مشاكل، الدنيا بقت مليانة حاجات وحشة كتير للأسف. يعني النهاردة تلاقي الأصحاب، أكتر حد صاحب أنت مخلص ليه ممكن يبقى هو أكتر واحد خيب ظنه فيه، ظنك فيه، صح، صح ده حقيقي. كده؟ اذا تلاقي صدمت فيه تلاقي أكتر حد بتقدم ليه معروف، زي ما بيقولوا كده بالبساطة، الطعنة بتجيلك من أقرب الناس ليك. مش دايما بيقولوا صح الجمل دي، صح وتلاقي الناس بتبقى حزينة انتشرت مؤخرا. جدا جدا، ومن علامات الساعة ومن مداخل الشيطان، ان الشيطان دايما عايز يفقد الثقة بأقرب الناس ليك، فدايما يجيب لك الحاجة اللي ممكن تكسرك من أقرب الناس ليك. هو مدخل شيطان، يعني هو كل فترة، ودايما بفضل أقولها كتير، ان مداخل الشيطان بيبقى داخل هو عايز يدمرك، هو عايز انك انت ما تقدرش تقف على حيلك، مش عايزك تبدأ تكمل، مش عايزك تكون ناجح. فيعمل ايه؟ يبدأ يشوف يدخل لك منين. فممكن يلاقي واحد جامد، واحد ما هوش عارف يدخله من باب المعاصي، من باب الذنوب، من باب الكبائر، فيعمل ايه؟ يبدأ يشوف اقرب صاحب ليك او اقرب حد ليك، ايا كان درجة القربة عاملة ازاي، يحس ان هو ضعيف شوية، يقوم داخل من الناحية دي كسرك بيه. هو ده مداخل الشيطان. فعلشان انتشرت دلوقتي، وعلشان هو عارف ان النفوس بقت ضعيفه، وبقى عارف ان كل واحد ما بيفكرش غير في انا، الايجو وشخصيتي وكذا وكذا وكذا، فبدا يبقى عارف يدخل منين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل لما احنا نبقى كده ايام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عنده بقى ايه، ناس عايزه تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ناس عايزه تاذيه، ناس منافقه بتبقى واقفه ورا في الصف الاول، وهي في الاخر تحمل دي من جواها العداء للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي كان لا ينطق عن الهوى، النبي كان بينزل عليه الوحي، والنبي كان فاهم. فكان يبقى احيانا، بص، ما هو ارحنا بها، يعني معنى كده ان النبي في حاجه جواه. ده حقيقي. خدت بالك من الجمله يا شريف؟ ارحنا بها يا بلال، اللي هو ايه؟ هو انت عندك مشاكل يا رسول الله، انت عندك هموم، ايه ده؟ هو انت واخد بالك من اللي حواليك؟ ايه ده؟ هو في حد خذلك في اللي حواليك؟ حد خذلك من اقرب الناس ليك؟ فكان يقول له: أرحنا بها يا بلال. كل واحد بقى يبدأ يفكر نفس السؤال ده. وانت مقبل على الصلاة، انت بترتاح ولا بترتاح منها؟ بتحس ان الصلاة بتريحك، ولا بتقول انا عايز اخلص فرض عليا؟ علشان كده النهاردة صح. بنقول ايه؟ ممكن نحب الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم حديث من والسلام. كلمتين: الصلاة نور. بس يعني الصلاة نور ينور قلبك، الصلاة نور تخلي كل حياتك نور، ربنا ينور بصيرتك، ربنا ينور طريقك، ربنا ينور حياتك. حد عمره تخيل في الكلمتين دول، في الحديث ده، حديث من كلمتين، الصلاة نور، انت حاسس بنور جواك، بتستشعر كده؟ ما يا شباب، الشباب اللي في اعدادي، اللي لسه النهاردة للأسف للأسف ممكن ما يكونش بيصلي أصلا، الشباب اللي في ثانوي دول بيتريقوا على اللي بيصلي. ما هي دي نقطة هنقولها، يقول لك عم الشيخ وايه ده انت خلاص مش عارف ايه، برغم ان دي ملهاش علاقة، ده حقيقي. هنقولها في النهاية، اللي بيصلي رايح فين واللي ما بيصليش رايح فين.